وللحديث أكثر عن المنتخب الجزائري نربط الاتصال بموفد قناة الجزائر الدولية إلى الكاميرون. كريم بالعربي، مساء الخير. مساء الخير عصام، لك ولكل مشاهدي قناة الجزائر الدولية. أهلا بك كريم. إذا كيف كانت آخر حصة تدريبية للمنتخب الجزائري أمسية اليوم، وهل كان التعداد مكتملا؟ إذن عصام، المنتخب الجزائري أجرى آخر حصة تدريبية له هنا بهذا الملعب، ملعب جابوما، الذي سيحتضن مباراة المنتخب الجزائري أمام النظير والغيني بداية من الساعة 8. الحصة التدريبية عرفت غياب الثلاثي حارس المرمى حارس ضمك السعودي زغبة مصطفى زغبة، بالإضافة إلى رامز زروقي الناشط في التفنتي الهولندي، بالإضافة إلى مهاجم نادي نابولي آدم والناس. هذا الثلاثي غاب عن الحصة التدريبية، وبالتالي سيغيب رسميا عن مباراة الغد أمام المنتخب الغيني. كما قلنا ستنطلق بداية من الساعة 8، وقبل هذه المباراة هناك مباراة أخرى تجمع المنتخب الإيفواري أمام السيراليون، وهي ربما النقطة السلبية كون الأرضية أرضية الميدان ستتأثر بالمباراة الأولى، وبالتالي فإن المنتخب الجزائري الذي عانى في المباراة الأولى أمام السيراليون من سوء أرضية الميدان سيعاني أكثر ربما في مباراة الغد أمام المنتخب الغيني. شكرا كريم. إذن ما هو برنامج المنتخب الجزائري ليوم غد؟ أكيد عصام أن المنتخب الجزائري وكما جرت عليها العادة ستكون هناك ربما جولة خفيفة للاعبين من طرف الطاقم الفني ربما لإزالة الضغط على اللاعبين، خاصة أن المباراة الأولى انتهت بالتعادل، وبالتالي فإن المنتخب الجزائري مطالب غدا إن شاء الله بالفوز للتأهل، ولو كما قلنا سابقا بحوالي 80-90% سيتأهل إلى الدور المقبل للدور ثمن النهائي. وبالتالي فإن اللاعبين رغم أن المدرب جمال بلماضي قال أن الضغط هو من صنعه للاعبين، أو بالفعل للاعبين الضغط، قال أن هو يحب الضغط لأنه مباراة من دون الضغط لا يعتبرها مباراة، وبالتالي فهو يحب التحديات، وبالتالي حتى اللاعبين هم أيضا مجبرون على التعامل مع هذا المدرب الذي يعشق التحديات، وهذا التحدي الذي واضح تركه أو نعم هذا التحدي ترك المدرب جمال بلماضي يصنع اسما في الكرة الجزائرية بتتويجه بالكأس أمم أفريقيا 2019، بالإضافة إلى تسجيله لسلسلة من المباريات دون هزيمة وصلت إلى 35 مباراة دون هزيمة. كريم بالعربي، موفد قناة الجزائر الدولية إلى الكاميرون، شكرا على كل هذه الإيضاحات.